دلوقتي نعمل نبدأ نعمل الغلاف، هنبدأ هنعمل سبلاين عادي لاين، ونمشي على الحدود بتاعة ال ممكن زي ما انا عملت كده، او ممكن اعمل مستطيل عادي واعمل شامفر للإيدجات كده مثلا. هتبقى ادق شويه. convert to editable spline. بعدين ادي له اكسترود، مش كان الفرونت بتاعي اصلا هو الباك بتاع هو الباك بتاع المبنى. يعني لو جينا نشوف انا عامل فرونت دلوقتي كده، فرونت هو ظهر المبنى. فلو عاوز اشوف المقدمه بتاعه المبنى بضغط في، حرف الفي بينزل لي القائمه، بضغط على باك. تمام، دلوقتي هبدا اعمل ارشات. هعمل ارك واحول اديتابل بولي اديتابل سبلاين كريت لاين. تمام، بعد كده الحم الجيت ديت، الحم الفيرتكس ديت مع بعضها. تمام، نكرر منه نسخة تانية. أبدأ أظبط ال يا جماعة دلوقتي عاوز أعمل بولين، أنا عاوز أعمل بولين وفي نفس الوقت عاوز أعمل الشكل ده. فأنا بعمل وقت القرش اللي هعمل بيه بولين لسه. أنتوا ليه؟ ممكن اه، بس انا عاوز اعمل بولين للكتله دي كلها. انا مش هعمل بولين بس الخط كده، انا هعمل بولين للكتله كلها. تمام، فهعمل له اكسترود دلوقتي واعمل بولين. هاخد كلون من الشكل دوت عشان ابقى اعمل بيه بعد كده الايه الجزء البارز ده. تمام كده، هعمل بولين، احدد الجزء اللي هي الغلاف اللي احنا عملناه من شويه. اخش على كومباوند اوبجكتس، بولين بيك اوبراند بي، كده عملت بولين.
هظبط بقى المبنى اللي هظبط الجزء اللي في خلفية البولين دوت، عشان ايه مش مظبوط قوي، كنت عامله قبل ما اعمل الشباك ف مطلعش مظبوط، بس مجرد ان انا اسحب الفيرتكس دي لبره شوية. هو في الدرس التاني في طريقة عمل الشغل دوت، انا مديله موديفاير اسمه سيمتري. السيمتري دوت اللي بعمله في نص المبنى بيتعمل في النص التاني، هشرحه دلوقتي يعني. نسيت اشرحه، هنشوف يا جماعة. لما بسحب من النص دوت بيتسحب من النص التاني. كده بحدد السبلاين اللي انا اللي جوه، هاخد منه كوبي عشان اعمل الحلية اللي قلنا عليها دلوقتي. القرش دوت القرشين واصلين بينهم بايه، بخط مستقيم، وفي نفس الوقت القرش على حدود الشباك، ماهوش يعني ماهوش ما هوش على الشباك زي ما هو موجود هنا، يعني هو دلوقتي على الشباك بالظبط، لا احنا عاوزينه على حدود الشباك، فهنعمل اوت لاين، هنحدد السبلاين دوت ونعمل اوت لاين. تمام، بعدين نزلت السبلاين اللي جوه. دلوقتي القرشين بقوا على حدود الشباك، حدد السيجمنتس كلها اللي تحت. انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان الوقت شغال كله مع السبلاينات، يعني في سيجمنتس وفيرتكس وسبلاينز، فدلت اللي تحت دول كلهم. تمام، اكيد لو عاوز اوصل بين الفيرتكسين دول اعمل ايه؟ ممكن اعمل كريت لاين في كونكت، برضه ممكن اعمل كونكت. تمام، نعمل كريت لاين واعمل ويلد، او ممكن اعمل كونكت على طول، كونكت بيربط لي بين خطين. تمام، دلوقتي هعمل كريت لاين اهوت، بس مشكله كريت لاين هيحصل لي مشكله دلوقتي، ان اصلا اللاين اللي انا بعمله بيتحط على الاوريجن على نقطة صفر وصفر، يعني هنيجي نشوفهم دلوقتي. أنا متهيألي إن هما موجودين منطبقين على النقطة، لأن أنا هلاقيهم فين؟ هلاقيهم ورا خالص هنا هما، فاضطر إن أنا أطلعهم قدام الأول. أيوة، محتاج أنا أعمل لها ولد أهو. دلوقتي هبدأ أعمل العمدان. هلغي ال enable render و enable viewport.
ديل ليث. لا لا ما بتعملوش اوت لاين. اعملوا اوت لاين ليه؟ اه ممكن نعمل ممكن نعمل كوبي. تقصد الكوبل مش فاهم. ممكن ناخد مثلا عمدان تانية جاهزة، او ممكن ناخد مثلا كوبي من العمود دهوت ونصغره. بس اصلا المشكلة ان هنا ان القطاع بتاع العمود دوت غير القطاع بتاع العمود ده، يعني دوت منفوخ شوية من النص انما دوت مستقيم. ايه ممكن تيبر، او ممكن عادي اصلا ممكن اعمل ممكن ازود فيرتكس هنا، بس ممكن ازود فيرتكس بس واحركها لبره شوية. تمام. تمام، يبقى انا كده عملت شباك البولين دوت. البولين هحوله لديتا بولبولي، وحدد البوليجونز اللي جوه. البوليجونز دوت المفروض تبقى ازاز، فانا ممكن اديلها يعني اديلها ماتيريال تانية غير الماتيريالز بتاع الجسم كله. هو يا جماعة لو عاوز ادي الحاجة لو عاوز ادي جزء من المبنى ماتيريال غير الماتيريال التانية، بحدد البوليجونز بتاعتها وبديلها ماتيريال تانية. دي ان شاء الله هناخدها في الجزء بتاع الماتيريالز، بس يعني حاجه بس نعرفها كده دلوقتي، ان انا بحدد البوليجونز بتاع اللي انا عاوز اديلها ماتيريال تاني وبديلها ماتيريال. تمام، احنا كده خلصنا القرش دوت. الشباك اللي جوه بقى ممكن نعمله سبلاين وانيبل ان فيو بورت وانيبل ان ريندر. تمام، دلوقتي ان شاء الله هنخش على الجزء التاج ده.